مرحبا وسهلا بكم معكم على قناة كرافت. رجعت فيديو جديد عن ماين كرافت. طبعا اليوم زي ما كنت شايفه لكن للأسف الشيء ما أنا مجرب. سوف نجربه الليلة الأولى. طبعا راح نشوف يعني إيش كده. راح نشوف إذا راح يزبط على جوال ولا لا. بس أنا أقول يزبط هيك. ستون ستون حط أول شيء مثل ما أنتم شايفين كون عندكم حائط تشربي. راح نجرب كيف نصنع مسكن باينكرافت. حضرتها لكن راح نجربها على الجوال وبعدي ما راح أسوي الصور. خلينا نبدأ كده. فا تشوفون من بناها هنا هنا هذا سبوتر كده مو سبوتر هذا بيطلق. حطوه بقى هنا لوكي كده كده لا كده 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 تحطوه هنا من لا إعلان. أكره شيء اسمه إعلانات أو دعايات. يعني تحطون هنا من هذا تشعلونه تشعل تشعل بعدين ذلك تحطون اسمه ده المثلث ريبيتر يعني تحطش ولا عطق ولا على أي طاقة فكده. بعد ذلك توصلون الريدستون يا حبيبي بهذه الطريقة. من ثم تقلي بلوكة ونحطها تحطون لازم تحطون بقلبها أكثر من قدحة. لكن أحط أكثر من قدحة يعني كم مساحة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية حق دهات وارجع لكم مع اني جبت 10 بس يلا مو مشكله خليها هاتين كوتو 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 تحت جبت على لا وحدي اياها معي. ومن ثم شوفوا استنى شوي ضوي هيك لازم يزبط. هيك لازم ايوه هيك لازم والله يا أصدقاء يعني لا لكن الطريقة هذه مضمونة لازم هيك يصير فيها. هذه عم تتحرك كي لازم أحط هنا ريدستون. خلينا نجرب الثاني مو هذا شوف هذا يمكن دبل دبل حتى الدروبة أخذ الديسبنسر خسر. خلينا نأخذ الدروبة لا واحدة مش مسخة. خلينا نحط هاي خلينا نخلص واحدة نحط واحدة شديدة بس بصير فايف فيه شوي متعبين. بسويها هيك شوي مثلا
بفرجكم انه شكلين نهائيا. يلا بينا ترن. تحطون كذا وكذا. طبعا هذه معروفة بس تمنتون هيك. طبعا هذه اذا مديتها ما راح يزبط. مثلا شوف. طبعا انا اعرف الريدستون بس مو بالمية تقريبا. تقدر تقولوا 59. شوفوا ما راح يشتغل لانه هذول الثلاثة موصلين مع بعض، مو موصلين لكل واحد هيك، موصلين هذول الثلاثة مع بعض. لذلك اذا قمت الا النصانية فهيك هيك تقدروا تحطون هيك. لا كده اصلا يمكن ما راح تسوين صح؟ شوي بعده ليه ما وطلت؟ 15